قدموا لكم شوف تي في. اهلا بكم. التقى حميد شباط الامين العام لحزب الاستقلال بدريس الشجر الكاتب الاول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبيه، وقد شرع في التخطيط من الان لخوض المعارك الانتخابيه المقبله بشكل مشترك، وتجري المشاورات حاليا على نطاق واسع بين قياديين في الحزب من اجل الترتيب المبكر لخوض الانتخابات الجماعيه والتشريعيه المقبله بمرشح مشترك بهدف السيطره على المجالس الكبرى في الانتخابات التشريعيه من اجل قياده سفينه رئاسه الحكومه، وقد الطريق على اي مفاجأة قد تحمل على العدالة والتنمية من جديد الى المركز الاول وفق اليومية. في الخبر الاقتصادي، اعلنت المديرية الخزينة والمالية الخارجية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية انها تلقت عملية توظيف مالي لمبلغ مليار درهم من فائضها في السوق النقدية. المديرية في بلاغ لها اوضحت ان الامر يتعلق بعملية توظيف السوق النقدية لمدة يوم واحد بمتوسط مراجعها كيبلغ 3.20%، مضيفة ان التسوية غادي تجرى اليوم الثلاثاء. في الخبر الدولي، شدت الرئاسة المصرية اليوم على ضرورة الحفاظ على الدولة المدنية باعتبارها مكسب ثورة 25، مؤكدة أن بيان الجيش يحمل دلالات يمكن أن يتسبب في حدوث إرباك للمشهد الوطني المركب. وضحت الرئاسة في أول تعليق لها على بيان قيادة القوات المسلحة المصرية لأمهل الرئاسة والمعارضة 48 ساعة للتوافق حول تلبية مطالب الشعب، قائلة أن الدولة المصرية الديمقراطية المدنية الحديثة هي أهم مكتسبات ثورة 25، ولن تسمح مصر بكل قواها بالعودة إلى الوراء تحت أي ظرف من الظروف. في الخبر الفني، التقى محبوب العرب محمد عساف يوم أمس رئيس فلسطيني محمود عباس وتسلم منه جوازه الدبلوماسي، بعدها قبل رأسه ووصل الحائز على لقب أرب أيدل في موسمه الثاني إلى الضفة الغربية عبر معبر لنبي، ثم انتقل إلى مدينة رام الله بحيث زار ضريح رئيس فلسطيني الراحل ياسر عرفات في مقر الرئاسة الفلسطينية. رياضيا، قررت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وبتنسيق مع مدربي القسم الأول والثاني في اجتماع ضم كل هذه الأطراف بمقر الجامعة استئناف البطولة الاحترافية يوم 23 غشت المقبلة، ومن المقرر أن تجرى الدورة الأولى على امتداد 3 ديال الأيام، والدورة الثانية غادي تجرى في 30 من نفس الشهر، على أن غادي توقف البطولة بعدها الدورة لفسح المجال أمام إقصائيات كأس العرش. بالخبر رياضيا كنختموا معكم موجزنا، كنشكروا لكم طيب المتابعة، في أمان الله.